يا بنيتي سفنج مخفر ومعمر بلاليط، يا بنيتي تحلي الحبة تلقي الخيطان، منفشفشو بنين وما يديش قاع منك الوقت. شوفي توجديه في رمشته من العين، اديليه وعينك مغمضين، يجي بنين وشي مزيت وناشف، تضربي 5 6 وما تشبعيش. ها بني امي ما في باسينتك خيتي، حطي لي 2 كيسان تاع ماء دافي، زيدي عليهم مغرف كبيره خميرة الكسره ومغرف كبيره متاع السكر، خلطيهم بفرشيطه ولا بفوي، خلطي 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 وزيدي 2 كيسان تاع فرينه. هاني خيتي كي تزيدي هذيك الفرينه اللي هي 2 كيسان، عاودي زيدي خلطي. كي تخلطي ميما ودوبلك هذيك الفرينه في الماء وصوالح حاجه اش تديري، غطيها تغطيها خيتي بشكاره وخليها تخمر حتى ربع ساعه. ميما كي تفوت ربع ساعه اش تديري، عاودي روحي رقبي ليها قلعي شكارتك وتلقايها معمره الغاوي. هنا عاودي تاني كميمة خلطي بالفوي ولا بفرشيطه وزيدي لي 2 كيسان تاع فرينه وخد اخرين، سمحت لهنا رانا في 4 كيسان تاع الفرينه. ها بني يا ميما وخلطي غير بيديك دروك غير بصبعيك، ما تنسيليش الملح، انا خيتك سمحي لي ديري حتى نص مغرفة تاع الملح، ما ديريهاش في البديه تخسر لك الخمول، ديريها دروك. ها بني يا خيتي ومن بعد قعدي تخلطي ودربي، خلطي ودربي، خلطي ودربي، ما غاديش يجيك الخيط حتى تزيدي مغرف ونص تاع فرينه وخت اخرى. ما على باليش ميمتي الا فرينتك تشرب ولا لا، المهم تقعدي تضربي الا لقيتي الخيط، ما تزيديش الفرينه. ما لقيتيش الخيط زيدي الفرينه، صايمتي فهمتيني؟ الخيط كما نقولوا حنا، كي تقعدي تضربي وتطلعي يدك حتى الفوق عجينتك ما تتقطعش، تقعد كيما هكا متكسله. هنا اش تديري ميمتي؟ عاودي ثاني غطيها. انا راني زدت مغرف ونص تاع فرينه، راكم شتوني حتى كي درت مغرف ونص تاع فرينه بهدلت الخيط. عاودي خطيها ميمتي، خليها حتى ربع ساعة، من بعد كي تفوت ربع ساعة عاودي وليها، جيبي حتى مويه دافية في غرفية وقعدي تشمخي في يديك وتضربي في عجينتك كيما راني ندير هكا، باه ترطبيها شوية. صاي هنا ميمتي راكي تشوفي بعينيك العجينة كي راها شابة ورطبة وبيضة، راهي واجدة للسفنج، شوفي كي راهي دير شتي، راهي تتزعبل غير وحدها ميمتي. ها بني يا ميما هنايا صاي ما عندك ما ديري لها، غطيها بشكاره وغطيها بفيشو ولا هكا حاجه غليظه كيما راني دايره، وخليها تخمر حتى 45 دقيقه تخمر لك غايه. ميمتي هنا كي تخمر لك روحي جيبيها، شوفي كي تلقايها غير بلاليط وصوالح وقعد تلقاها خامره علامه. ها يا ميما روحي جيبي فتاته تاع الزيت في غرفيه ولا حاجه وهودي منها غير واحد شويه تاع الخمري كيما هكا، قتلي تقليها من الباسينه من تكون لاصقه، ودهني السني تاعك هكا بفتاتة تاع الزيت وقعدي اتبيزي فيها. هنا في التبييز ميما ديريها الحبه كبيره، ديريها حبه صغيره، تبغي تعطي حبه كبيره للهايج ضربه وحده، تبغي تصغريهم بهاد قدك اللي بغاتها خايتي، يعني في ميزانك ميمتي. المهم الا صغرتيها راح ادير لك حتى 14 من 15 حبه، ولا كبرتي الحيه ادير لك 7 حبات. صاميمتي هاني خايتي، انا هنا راني موجده نص كاس تاع الزيت درتها في المقله ودرت الزيت تاني في الكاسرونه ميمتي، صاي باه نقلوهم على 2 خطرات في المقله غير قد لي تقبض روحها من تحت، كي تقبض روحها ودير بلاليط نقيسوها في الكاسرونه. ماذا بك ميمتي كي تبغي تقلي ديري كيما قلت لك مقله فيها تغيمه تاع الزيت وديري كاسرونه في الزاوجه هنا، ديري كاسرونه ما ديريش المقله، فهمتيني؟ ما ديريش 2 مقالي، ديري مقله وكاسرونه، طيبيها في المقله الاولى ميمتي في تغيمه تاع الزيت، ياه خاطر السفنج ميمتي عنده باسينه تاع الحديد وعنده جهه تاع الزيت مهوده وجهه عاليه، حنا اللي قدنا نديرو 2 صوالح. هاي يا ميمتي حلي السحبه تاع السفنج تاعك، ديري ثقبه وما تعبصيش على عجينتك ميمتي باه ما تخرجيش منها الخمور، وكي ترفديها ميمتي من السني ما ترفديهاش وتعبصيها باه ما تخسريلهاش الخمور، رفديها غير بلاتي وتقبيها وديريها في مقلتها الاولى، كي تشوفيها تبلطت قيسيها في الكاسرونه الزاوجه وبداي تقيسي عليها في الزيت في وجهها حتى تنتفخ، وقلعيها وقطريها وحطيها في الكسكاس. ها ميمه وزودي معاها بتاتا تاع لاتاي تغيمة تاع القهوة، تبغي غير كيما هكا عطيهم حبة حبة في المقيل، ياه ما فيه لا زيت لا والو، ما يغم ما يدير لي صوم ميمتي، بصحتك خايتي ديريها ديرها ميمتي، ياه قبل ما يدخل عليك رمضان ويجي شباب وتطلقي الشياط. يا ميمتي قالك مليح كي تطلقي الشياط قبل رمضان. هذه هي ميمتي، وحلي تواقيك وصدقي حتى حبيبات اللي قدامك ربي يحفظك، ما تنسيلي شفت تاع اكسبلور انا خايتك وفتا تاع جيم، هيا ودخلي للجروب تاع الفيسبوك، دخلي القناة تاع اليوتيوب مطبخ وتدابير ام عبد النور، مرحبا بك ميمه مرحبا، وتهلاي لي في روحك ورسلي لي صور حق صوريهم كي ديهم ميمتي في الجروب. صاي هيا بقاي على خير ميمه.